نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. العلم إخوان ارجعوا إلى المشايخ، ارجعوا إلى المشايخ الكبار، مشايخ الكبار، شيخنا سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان، فضيلة الشيخ صالح اللحيدان، فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر، فضيلة الشيخ زيد بن هادي المدخلي، فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فضيلة شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيهي. هؤلاء مشايخ أجلاء يرجع إليهم ويستفاد من علمهم، واعرضوا عليهم مثل هذه الأشياء يوجهونكم. أما أن تتناحروا فيما بينكم أو يأتيكم غير صغير في بلادكم فيفرق صفكم، حتى من أي بلد، لو كان من أي بلد كان. وقد ذكر لي أحدهم أنه جاءهم زيد من الناس في بلادهم وكانوا على الجادة وكانوا على قلب رجل واحد، ففرقهم وجعلهم شيعا وأحزابا. انتبهوا، هذه مسألة خطيرة جدا. بلغوا هذه الكلمة إلى من وراءكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نعلم وبما، وليس عندنا من العلم إلا القليل، بل والله بضاعتنا مزجاة، ولكن نرجو الله أن نكون سائرين على منهج علمائنا الأفاضل الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.